كابتن تحسين، انت كنت على اعتاب الانضمام للجنه الحكام الحاليه، ما اسباب عدم تواجدك او من رشحك ومن اعترض على تواجدك؟ انا ما تبلغتش رسمي ان انا مترشح، وما كنتش اعرف اللي في الكواليس، ولا اعرف من اعترض ولا من كان مؤيد، ولكن الخبر ده لسه بسمعه من حضرتك دلوقتي. طب انا كانت عندي معلومه ان تم ترشيح الكابتن تحسين ابو السادات، واحد اعضاء اللجنه رفض وجوده، وبالتالي حصل تغييرات داخل اللجنه، ناس دخلت ناس خرجت، لا اتفقوا على وجود الثلاثه. المشهد كان مختلف يا كابتن نصر. نكمل مع تحسين ولا نبدا جديد؟ لا بسالك بقى على الجزئيه دي، تشكيل اللجنه كانت فيه كواليس، وانا فاجئت دلوقتي الكابتن طيب. تحسين بالجزئيه دي. كابتن محمد، احنا من 18/10 واحنا بنتكلم في قصه ان لجنه الحكام عندها مشاكل، سريعا كده بنتكلم ان محمد فاروق، بس انا عاوز اقول حاجه، يا ريت مسؤولي اتحاد الكره النهارده يكون بيتفرجوا علينا ويشوفونا. انا اتمنى النهارده ان الناس تشوفنا النهارده وتشوف هنقول ايه. احنا مش معه ولا ضد، بس عاوزين نقول تطوير التحكيم يبدا بيتابعوا وبيتفرجوا، ما تقلقش يعني اكيد. انا بقول لك بس نتمنى في قرار. محمد فاروق بعد ما بريرا مشي، الراجل راح لاستاذ جمال علام قال له انا كان معايا ثلاثه كانوا موجودين مشيوا، كان احمد ساهر، احمد الجرحي، سعد غفار، دول ثلاثه. فمن فضلك انا عاوز اشكل لجنه الحكام عشان هبدا موسم جديد، فضلك وافق لي على تشكيل لجنه الحكام وحط لنا تشكيل اللجنه وانا ابقى مسؤول رسمي عن لجنه الحكام. قال له محمد احنا فضلنا شهر، اشتغل بالناس اللي معاك، خلي بالك من النقطه دي مهمه قوي، لان دي سبب المشاكل يا محمد. تمام، ابتدي اشتغل بالناس اللي معاك، واحنا فضلنا شهر ويجي رئيس الاتحاد الجديد يبقى يشوف هيعمل ايه. محمد قال له انا عندي ملفات كتيره جدا، وانا مفترض ان انا اشتغل مع الناس. المهم الكلام ده اتاخد 3 مرات، بدليل محمد قبل ما يروح السوبر قال انا لو ما توافقش على طلباتي هرجع من السوبر وهقدم استقالتي. اوكي، كان من ضمن الناس اللي معروضين كان تحسين ابو سادات، بالظبط، كان ايمن دجيش، بالظبط، سيد مراد، كان احمد الجرحي، وكان سعد غفار. كل الكلام ده اترفض اترفض. وفضلت اللجنه لاخر لحظه لما حصلت مشكله استقاله ابراهيم ورجوعه، وافقوا على رجوع سيد مراد مع احترامي طبعا الالقاب، ومع سعيد ابو غفار فقط لا غير، فقط لا غير، ده اللي حصل. ولكن انا بتكلم يا كابتن محمد على المشكله. لو انت حضرتك تفتكر المشكله بدات ازاي؟ بدات من اول ما بدات ان اتحاد افريقيا عمل معسكر للفار، المفترض هو طلب حكام النخبه عشان يروحوا المعسكر. اللي حصل كالاتي، اتبعت حكام مع احترامي لهم كلهم مش حكام نخبه. ولما اتسال في اتحاد الكره الناس دي مين اللي بعت، كل واحد قال لك مش انا، لدرجه ان في اعضاء لجنه مش عارفين الجواب ده جه امتى، والناس دي ترشحت امتى، والناس دي راحت امتى، وعلى اساس راحوا. وحصل تحقيق في القصه والامور عدت. دي اول حاجه. تاني حاجه نروح لموضوع القائمه الدوليه. القائمه الدوليه بنتكلم على عضو حط قائمه وعضو تاني جه تاني يوم حط قائمه دوليه، دي كلها خلي بالك عايز تقول دي مقدمات اللي احنا دي فيه. دي ده اسباب اللي احنا بنوصل له. انا بس السؤال، اتحاد الكره فين واحنا عندك جرس انذار 1 2 حصلت كذا مره؟ بالظبط كده. دي كانت تاني حاجه. حصلت مشكله، محمد عادل جه تاني يوم، وانت عارف القصه، يوم كامل شيل ده وهات ده ورجع ده، بقت قصه كبيره جدا. هنا بقى في تحدي. تحدي مين؟ بقى في عند. النهارده بنتكلم على لجنه الحكام كانت محمد، لجنه الحكام زيها زي الحكام في الميدان، 4 على ارض الميدان، 2 في الفوار. لو الستة مش على قلب ورجل واحد وبيخافوا على بعض الماتش هيفشل. بنيجي نتكلم على لجنه الحكام، حكم بيطلع في الفضائيه او بيطلع على قناه وبيقول كلام، حكم تاني بيطلع بيقول كلام، حكام بتطلع، دي كانت جزر يعني جرس انذار، جرس انذار لاتحاد الكوره ما خدش قرارات. بيجي النهارده محمد بيطلع يقول كلام، ابراهيم بيقول كلام، الدنيا مش متظبطه. دي كلها امور. تعالى بقول لك على المفاجاه اللي جايه.